مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا، وهي فقرة مميزة. ميزتها إيه بقى؟ إن كل الأبطال شباب موهوبين قدروا يرجعوا مرة تانية مع كل جمهور اللي بيحب المسرح، يرجعوا المسرح لجمهوره، وقدروا كمان يعملوا تناول جميل جدا لقضية من جوانا، من جوه كل شاب ومن جوه المجتمع. معانا النهاردة أبطال ومخرج خطة كيوبيد، اللي يعني بجد لقى أصداء جماهيرية كبيرة عند عرضه وردود أفعال حلوة جدا. خطة كيوبيد هي دراما مسرحية عن اللي احنا بنتكلم عنه كل يوم، ايه؟ الحب، الانفصال السريع، جواز وطلاق. العرض المسرحي خطة كيوبيد بيسلط الضوء على الظواهر دي من خلال الأيقونة الشهيرة كيوبيد، طبعا عارفينه اللي بيطلع كده بالسهم بتاعه ويخترق القلب، بس عيبه الأيام دي انه بيطلع من ناحية تانية على طول. بيمثل فيها رجل كبير في العمر توقف عن العمل وقرر ان هو مش هينتحر، لا هيتجوز، وحينما نضجت بنته حصل معاها نفس المشكلات مع خطيبها بالظبط، واللي بتؤدي لنفس المصير. بقول ايه، انا مش هكتر كلام كتير لان احنا هنعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيوفنا اللي منورنا النهارده، ونبدا بالمخرج الشاب الموهوب احمد فؤاد. اهلا بيكي احمد. اهلا بحضرتك، نورنا. اهلا بيكي. والفنان الجميل عبد المنعم رياض، هو شاب برضه، برحب بيك يا عبد المنعم. ازيك؟ أمورة صاحبة الصوت الجميل الموهوبة أمنية حسن، برحب بيكي معانا أمنية. طيب هبدأ بالإخراج، الإخراج هو رب العمل، وعايزة أعرف إيه حكاية كيوبيد في المسرحية، وعايزة كده مدخل ندخل بيه للقصة، يمكن مشهورة وكتير اتقدمت، ولكن المرة دي بتتقدم بطريقة مختلفة. أنا هبدأ من نقطة قبل شوية، إحنا بنعيد حاجة مهمة جدا، وهي قاعة يوسف إدريس، والقاعة دي موجودة في مسرح السلام بقيادة الفنان محسن منصور. قعدنا نفكر كتير قوي ازاي نرجع قاعة بالرونق والأصالة دي، بقى 11 سنة مقفولة، للحياة مرة تانية. فبعد بحث كتير جدا قررنا ان احنا نشتغل على تيمة قريبة للناس. هنتكلم عن تيمة الحب. طيب دي تيمة تم تناولها كتير جدا، كلنا بنتكلم فيها طول الوقت. طب ناخد الفكره منين؟ فجت لينا فكره بمشاركه المؤلف الفنان عبد الله الشاعر، ناخد الموضوع من كيوبيد. مش هنسيب كيوبيد في حاله كده، لا طبعا، مش هنسيبه لا في حاله. ده هو سايبنا في حالنا اصلا. فتعالى بقى حضرتك كده، كيوبيد لو بطل الشغلانه، لو احنا شفنا، احنا بنشوف دايما السمبل اللطيف الصغنن ده قد كده وماشي يوزع اسهم على الناس ومش همه حد. فقلنا طيب لو في حياته بقى كيوبيد ده شكله عامل ازاي؟ فهو بالنسبه لنا راجل كبر في السن، بطل الشغلانه خالص، ونظره ضعف وحاجات، وصحته بقت على قده، فمش هينفع يطير في الجو ده كمان. الاطفال مش هيسيبه في حاله. فقلنا يلا نشوف حياته. فلقيناه لما اتجوز بقى عنده بنت، فقرر انه لازم يرجع يمارس شغلانته تاني، والا الحياه هتبوص ما بينها. يعني هو لو ساب كل الناس حياتهم تبوص، مش هيسيب بنته وابن اخوه اللي هيتخطبوا ويتجوزوا. فبدا يحطهم قدام شكل الحب اللي بجد، مش بس الشكل الفيري تيل دايما كانوا بيحكوا لنا في قصص زمان واحنا صغيرين. ايوه، خياليه كده، هابلي ايفر افتر، خلاص وعاشوا في تبات ونبات، وكان الفيلم خلص وكان حياتهم خلصت على بالزبط. كلمه النهايه دي، انا بقى دايما عندي مشكله مع الفينال دي، انه الحياه بتبدا من اللحظه دي. ايوه، حصل ايه؟ حصل لهم ايه بعد كده؟ كان دايما سؤالي لما بتفرج على حاجه دي قصتها، ايوه وبعدين بقى حصل ايه؟ فيقول لا القصه خلصت. ايوه يا جماعه، ما هم هيعيشوا يعملوا ايه؟ فاحنا بدانا نشوف ده، كيوبيد عنده الادراك ده لانه كمان عاش الحياه دي. فازاي هو يقدر يخلي بنته وابن اخوه امنيه وكريم الحسيني يعيشوا الحياه اللي هم هيشوفوها قدام دلوقتي في شكل مصغر جدا، عشان يديهم مثال بسيط من شكل الحب الحقيقي، انه ايه التفاصيل الحقيقيه اللي لما يشوفوها يعرفوا كده فعلا ان هم بيحبوا بعض. اوكي، حلوه دي. ده اعتقد ان ده مانيوال للمقبلين حتى على اي علاقه. انا منهم. على انت كمان. انا فرحي كمان اسبوع. بعد المسرحيه دي قدرت تعمل العمله دي؟ اوكي. امنيه، انت صوت حلو
وتمثيل، وعايزه اعرف يعني ايه اللي زقك على كيوبيد، ايه اللي حصل، ازاي بقيتي في المكان ده، وقولي لي كده يعني ايه التجارب اللي احمد عرفها عنك اللي رشحتك للموضوع ده. زمان هو أنا لا هو انا بشتغل مسرح من زمان قوي، من حوالي يعني 10 او 15 سنه. انت كل كام سنه عشان 10 لا 32 سنه كتير ولا الهوى يعني. احمد الحقيقه احنا اصحاب من زمان، وهو عارف ان انا بحب الغنى، عندي باند اوريدي وبنلعب حفله كل فتره، ويعني الحمد لله جمع ما بين الحاجتين بقالي كتير، ونفسي انا وهو نشتغل مع بعض حاجه ميوزيكال بقالنا كتير. فانا مش عارفه هو شاف فيا ايه عشان ايوه شفتش حاجه بس هي انا بالنسبه لي كانت تجربه مهمه جدا ان انا ابقى فيها، وانا مبسوطه قوي ان هو في الاخر اختارني يعني وسط كاست عظيم يعني بجد، كريم الحسيني واستاذ عبد المنعم رياضي يعني بجد الموضوع بالنسبه لي، وطبعا نوال سمير برضو الفنانه الجميله، والكاست كله انا حبيته جدا، دي حاجه. والكاركتر نفسه عشان جامع ما بين الفانتزي شويه والحقيقه شويه، غنى شويه، يعني هو جامع ما بين كذا حاجه. لكن نقدر نقول عليه ميوزيكال في الاخر، عندنا روح من كل حاجه، من كل حاجه. يعني الفنان الجميل عبد المنعم رياض، انت شاركت في اعمال كتير، وعايز اعرف ايه اللي شدك للعمل ده، واحكي لي برضو عن دورك ايه. بعمل كيوبيد، وكيوبيد ده في العقل الجامعي عند الناس كلها المتعارف عليه اله الحب الصغنن الجميل ده، ودايما بيبي ما بيكبرش كبير يعني. فانا اكتر حاجه انت ايه رايكم ما ممكن نشوف صور واحنا بنتكلم عشان الناس برضو تبقى يعني حاضره معانا الصور دي. فهو اكتر حاجتين حمسوني احمد فؤاد، استاذ احمد فؤاد مخرج واعد جدا، منظم جدا، بيشتغل من مدرسه مريحه، لانه بيطرح دايما كل ما هو فلسفي بشكل بسيط. وهو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ان الحاجات تبقى فيها العمق ده وبالبساطه دي عشان اي حد يستقبلها ويبقى مبسوط بيها. بالنسبه للعرض نفسه، شخصيه كيوبيد كانت شخصيه مثيره جدا بالنسبه لي، يعني هنعمله ازاي بقى، الراجل ده كبر، طب ايه ماساته، اعتزل ليه. فكان في فرضيات كتير جدا، واستاذ احمد طبعا بيقبل بفكره انه تعالوا نتناقش ونشوف ايه اللي هيتعمل وايه اللي انا في حدود الموضوع. فالحمد لله هو كان جايب توليفه اعتقد ان هو كان واثق فيهم، وكان في حاله من الحب وحاله من الاحترام وحاله من الدقه طول الوقت، احنا عايزين نعمل حاجه قضيه وجعانه قوي ووجع الناس جدا. وبنشوفها كل يوم وبنصحى كل يوم على حاجات وتفاصيل صح. متعبه قوي، واحصائيات، ويعني كان العالم كله بيبص على الجزئيه دي، عايزين نتناولها بشكل لايت كوميدي خفيف. وفي نفس الوقت المعنى يوصل. فده بايجاز، وانا يعني ممكن ما بقاش هعرف اضيف كتير جدا على اللي قاله استاذ احمد، لانه هي الحكايه كلها فعلا فكره انه ماذا بعد، ماذا بعد الحب، ماذا بعد الحب. لا في حب حقيقي، مفيش بقى، بس حب حقيقي بقى في تحمل المسؤوليه طبعًا. وفعلا البني ادم بيبقى عارف هو مقبل على ايه، وبنبقى جنب بعض، والا يبقى الحياه مش هتكمل. هي هتكمل ازاي؟ فهي مش حب يعني الحب الافلاطوني قوي ده. لا في حاجات الحب على ارض الواقع طبعا طبعا بالزبط. هي احمد ايه اللي اضافته بالنسبه لمفهوم الحب؟ يعني احنا كمان عايزه الناس تتفرج معانا المشاهدين على الصور او على فيديوز دلوقتي. ده فيديو، احكي لي كده الاجواء اللي احنا شايفينها دي، وهل يعتبر العرض كوميدي ولا زي ما بنقول ميكس ما بين حب دراما غنى؟ يعني قربني اكتر من العرض. انا دايما بحب ان يبقى عندنا الاول فكرة أساسية، وبعدين بنبدأ نحط لها الطبقات اللي تخلي كل حد لما يجي على مستوى التلقي بتاعه يبقى خارج مبسوط. أيوه. يمكن ده حصل لي بعد نقلة كده، أنا سافرت بره، خدت بعثة بره، وبعد كده ما رجعت. فبره المسرح معمول للإنترتينمنت مبدئياً طبعًا. يعني فكرة إن إحنا ننبسط ده هدف أساسي. بس إيه المشكلة إن أنا أنبسط وفي نفس الوقت أقدم فكرة أو أغير في اللي داخل عندي حاجة. سواء على مستوى بالظبط في مستوى فكره، من غير ما اديها كمان بالمعلقه، لان المسرح التعليمي صعب جدا على صح الناس صح. يعني دايما الناس ما بتحبش حد يقول لها اعمل كذا صح. بس لو وريتك جزء من حياتك، وريتك شكل من اشكال اللي انت ممكن تبقى عايشه، او تشاور فتقول ده شبه حد انا اعرفه، ده بيفرق جدا مع الناس. فاحنا الاول كان عندنا الكور، الفكره الاساسيه، وبعد كده الطابع الكوميدي اكتر طابع الناس بتحبه.
وانا ضد دايما فكرة الناس بتحب كده، ما بحبش الجملة دي خالص. الناس دايما اللي بيتقدم لها بشكل جيد ومظبوط هتستقبله بشكل جيد، بيستقبلوه وبيحبوه جدا كمان، ايا كان مستوى الثقافة اللي جواه. يعني كل ما بنعلي مستوى الثقافة بالناس، كل ما الناس اكتر بتبقى مبسوطة. يعني كلنا بنسمع ام كلثوم وكلنا بنسمع الناس لحد دلوقتي، محدش بيقول ان دي حاجه اقل. مش كل الناس بقى ذوقها وحش، احنا طول الوقت اللي بنقدمه للناس طول ما هو ذوق راقي الناس ذوقها بيبقى راقي. صحيح. فاحنا بنقدم شكل اجتماعي كوميدي، اظن انه في من الرقي ان احنا ما نروحش للشكل الكوميدي، لانه مشكله المصطلح نفسه بقى فيه مشكله. مشكله الكوميدي، كلمه كوميدي نفسها كمصطلح بقى اللي هو الناس اللي بتهزر. لا، كوميدي ده يعني مواضيع حياتيه قريبه جدا من الناس. الكوميديا الحقيقيه طبعاً صعبه جدا. طبعا ده اللي احنا بنحاول نقدمه، انه حاجه قريبه جدا من الناس، انت قادر تبقى لامس فيها شخصيتك، وفي نفس الوقت انا بضحكك على المأساة بتاعتك. فتبقى اتغير فيك حاجه بس وانت واخدها، عارف ان احنا لايت وتدخل بالزبط مخي بسلاسه. اتعاملت على الموقف متهيألي اكتر طبعا، ما هي مجرد افيهات بتتقال. بقول لك ايه يا امي، احنا قاعدين نقول بقى الصوت الحلو يعني انا شايفه كده ان في غنى ورقص وحاجات، ما تسمعيني حاجه من المسرحيه؟ لا دي مبهرة. من المسرحيه عايزه يعني الاول كده دلوقتي اسمع حاجه من المسرحيه اعرف برضو يعني كاني رحت. ايه يا مخرج احرق حاجه؟ لا مخرج. خلاص خلينا نقول حاجه. احنا دايما احنا عاملين كمان عشان نبقى قريبين من الناس اكتر، واخدين من روح المزيكا اللي احنا بنسمعها. يعني واخدين اغاني حقيقيه موجوده وغنتوها جوه العرض. وجوه العرض لانه هو طالع كيوبيت، طالع بعد ما ساب الشغل فاشتغل فريلانس في راديو عامل برنامج عن الحب وزي فهو طول الوقت هو اللي بيشغل لنا الاغاني اللي بيختار على حسب مود العرض. قولي لي شغل لكم ايه؟ اختاري لي حاجه من اللي اشتغلت في المسرحيه. بشتاق لك ما بقدر شوفك ولا بقدر احكيك، بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك، جرب اني انساك تسرق النسيان، وبفتكر لقيتك لقيتك ورجع للي كان، يا خوفي ابقى حبك بايام اللي جاي وتهرب من نسيانك، ما اتطلع بمراي، حبسي انت حبسي وحريتي انت، وانت اللي بكرهه واللي بحبه انت، يا ريت ما سرت وغفايتك حبيتك حبيتك، انا حبيتك حبيتك. الله الله. لا انا عرفت خلاص، احنا عرفت كل حاجه. بنوتي مشرفاني. ربنا يخليكي. ما تكبرش نفسك قوي كده يعني. عم منهم عايزه من واقع كونك كيوبيد. تمام. خلاص؟ ايه الرساله اللي حسيت انك انت بعد ما دخلت انا اتفرجت عليك كده خرجت بيها من كيوبيد؟ الرساله المين الاساسيه؟ الرساله المين الاساسيه عندنا انه الحب هو الطوبة الأساسية لأي علاقة، لكن عشان الحب ده يكمل لازم يبقى في حالة من التفاهم، ولازم يبقى في حالة من الصراحة طول الوقت. لازم نصارح بعض بالمخاوف، إيه اللي مخوفنا؟ ليه نتجمل؟ ما احنا ما بنتجمل وبنطلع أحسن ما فينا طول الوقت. الحاجات الحقيقية بتبقى دايما عايزة تطلع لأنها الحقيقية، وهتطلع هتطلع آجلا أم عاجلا هتطلع. فبدل ما نخليها تطلع فجأة فتخض اللي معانا، لأ، قول طول الوقت مخاوفك. ودي اكتر حاجه كان صح. احمد دايس عليها في اللايرز اللي كان بيزرعها جوه الموضوع. ودي كانت عجباني ان كل واحد من الابطال بما فيهم كيوبيد عنده مخاوف. عنده مخاوف انه في يوم من الايام بنته دي ما يعيش لهاش وهي تبقى طايشه فتضيع حياتهم، او الولد اللي بيحبها ده يبطل يحبها او يفضل يحبها لكن ما يتحملهاش. طيب يبقى لازم يعمل ايه؟ لازم يزرع جواهم فكرة المسؤولية.
صحيح. المسؤولية هي رقم واحد لتحمل الحب وان هو يزيد ويكبر ويبقى فيه العطاء المتبادل ده طول الوقت. فبالتالي دي الرسالة، اجمل رسالة بجد ده اللي محتاجينه فعلا. طيب احمد دلوقتي يعني استجابة الناس للمسرح اخبارها ايه؟ اقبال الناس على المسرح اخباره ايه؟ عودة مرة تانية، انت عارف المسرح اختفى سنين طويلة حقيقي طبعا، فدلوقتي في محاولات كتير، وخصوصا ان حتى حوالينا الدول العربية كلها بتاخد مسرحنا وبترجع المسرح المصري في عواصمهم العربية. ده حقيقي. فإحنا إيه أخبار جمهورنا إيه؟ زي ما بقول حضرتك، الجمهور عندنا في مصر جمهور متذوق جدا. يمكن الجمهور عموما في الوطن العربي عموما، لأنه يعني بفضل ربنا كل العروض بتاعتنا بتسافر في أكتر من حتة، فبيبقوا مستنين اللكنة المصري، مستنين يسمعوها. أيوه. حتى لما بنعمل عروض باللغة العربية بيتضايقوا مننا إنه ليه بتعمل عرض باللغة العربية؟ أنت جاي تكلمنا بلغتنا، إحنا مستنين نسمع مصري. أنا عايز أسمع مصري. طبعًا. طب ما بالك بقى بأهل البلد اللي هم أصلًا هم السبب في إن إحنا مطلعين الفن ده، يعني هم أهالينا اللي ربونا على الفن ده. صحيح. فالناس بمجرد ما بنقول دلوقتي، يعني يمكن التجربة السابقة على كيوبيت كانت ديجافو، حققت فضل من ربنا نفس النجاح ده تقريبًا أو أكتر كمان، في فكرة إنه الجمهور بمجرد ما عرف إنه في عرض جيد وبدأ فيه السوشيال ميديا بتقول النجوم بتوع الفن اللي بيجوا يحضروا بيقولوا يا جماعه والله في عرض هنا كويس ممكن تروحوا تتفرجوا عليه ومناسب للاسره، وبنحط تحديد 30 خط انه احنا بنعمل عرض مناسب للمجتمع، مناسب. انا بقيس دايما محدش هيسمع حاجه تجرحه، يعني ثقافتنا موجوده داخل انا العرض. بقيس على المحيط بتاعي كمان انه انا اخلي ماما تيجي تتفرج على العرض عادي، مش هيبقى عندي مشكله. الا ماما قالت ايه؟ ماما مبسوطه والله. مبسوطه. مشغوله في الجواز، بس مشغوله معايا في الجواز. أكيد ساحل العيلة كلها وراك في الجواز، لكن الناس اللي حواليك أنت بتهتم يا أحمد إيه رأيهم في العرض؟ جدا جدا، حتى هم كممثلين بشوف هو مستطعم الجملة اللي بيقولها دي ولا لأ، قد إيه هو قادر يوصلها. يعني عندك ما عندكش كبرياء المخرج اللي هو لأ هتقول الجملة دي حتى لو أنت مش طايقها؟ هيبقى مش طايقها، هيبقى هو طالع مش طايقها، فمش هيديني ممكن يغير عادي، نقعد نغير طول ما احنا جوه اطار روح العمل نفسه. يعني احنا دايما بنقعد نشتغل، عشان كده بروفاتنا هي في العرض ما كانتش طويله، يعني احنا طلعنا العرض في فتره قصيره جدا قياسا بالعروض المسرح، بس كانت مكثفه جدا وكلها ليها علاقه اكتر بالمناقشه. يعني احنا ممكن نكون خلصنا العرض كابونا في 3 4 ايام، ايوه، بس كل الكلام حوالين المناقشات اللي ما بيننا، انت مستريح هنا في ايه؟ هنا نغني انهي اغنيه؟ حتى يعني احنا معانا عبد الله شاعر وهو مؤلف وكمان شاعر، ففي الاخر قلنا لا احنا هناخد من الاغاني اللي حوالينا عشان الجمهور يبقى قاعد مستطعم. انا احب دايما قريب من الحاجات دي، اسمع ان هو بيدندن معايا وهي بتغني، صح، واحنا في الصاله بسمع الجمهور هو بيقول الاغنيه، فهو كمان دي احلى حاجه. والمزيكا كمان عندنا لايف، الاستاذ سامر عبد المجيد بيلعب العزف، العزف حقيقي في المسرح، فده كمان واحنا بنلعب في ديكور صغير جدا. انا شايف، انا لسه كنت عايزه اسال على حكايه الديكور الصغير قوي ده، ده اكيد يعني طبعا هو جميل، بس هل ده مقصود انه يبقى ميني قوي كده؟ جدا، انه انت قاعده معاهم في البيت بتاع كيوبيت. اوكي، وكان دايما كل حاجه خاصه بكيوبيت بتبقى صغننه، مهندس الديكور كمان لا هي ابعادها حقيقيه لو احنا قاعدين في المسرح. بس هو بيت الراجل ده، يعني مع مهندس ديكور احمد امين كنا بنفكر بيت كيوبيت هيبقى شكله عامل ازاي، فهيبقى شبه الحتت بتاعه سانتوريني وشينكو تيري ايطاليا كده، كلها في اماكن ايطاليه، صحيح، لان ده راجل اكيد هيبقى قاعد في حته هاديه على البحر في خيال، فكل اللي بيجي من الجمهور يقول لنا طب ممكن ناخد الديكور ونروح احنا عايزين ده. بجد انبسطت جدا، والعرض لسه شغال؟ احنا مكملين الحمد لله، احنا مكملين فتره ان شاء الله، وبنشكر كل الناس لانه حقيقي احنا بنبقى محجوزين دلوقتي بالثلاث اربع ايام مقدما، فده عامل لنا احنا كمان باور كبير جدا اتجاه العرض. بتبصوا تاني يوم في ايه وتالت يوم في ايه، حاسين بالاستمراريه في تقديم العروض. ببارك لكم كلكم على العرض الجميل، ودي دعوه من هنا انكم تزوروا هذا العرض الممتع اللي شفنا كده، يعني بيتكلم عن ايه، ديكوره شكله ايه، كفايه كمان الاصوات الرائعه اللي هنسمعها داخل العرض. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، نورتونا النهارده الستات. وبعد الفاصل
نواصل، هنكمل مع حضراتكم فقراتنا، لكن ايه رايكم الاول نروح كده مع تقرير عن مذكره تفاهم مهمه تم توقيعها بالفعل ما بين المؤسسه المصريه لمطوري الجهاز الهضمي، يعني موضوع مختلف خالص، والمناظير وسوفاليو للادويه لتدريب الاطباء على كل ما هو حديث فيما يخص امراض الجهاز الهضمي الشائعه بمصر. حضر التوقيع نخبه من كبار الاطباء منهم دكتور محمد خرشد رئيس المؤسسه المصريه لمطوري الجهاز الهضمي، ودكتور ابراهيم مصطفى استاذ الامراض المتوطنه بمعهد تيودور بالهارس، ودكتور حسن حمدي استاذ الامراض المتوطنه بكليه طب عين شمس، ودكتور احمد طلعت مدير التسويق بسوفاليو، وغيرهم من الاطباء. نشوف التقرير ونتقابل في الفقره اللي جايه بعد الفاصل، خليكم معنا في 6 6. عاون النهاردة مركز مينلي على التبادل المعرفة وتبادل التدريس. النهاردة احنا عندنا بروتوكولات جديدة عالمية صدرت حديثا للأمراض الشائعة على مستوى العالم يعني، وعندنا هنا في مصر بالذات زي ارتجاع المريء، زي القولون العصبي، او زي العلامات الخطره اللي بتضر على اورام الجهاز الهضمي بصفه عامه. يمكن كان في اجهزه جديده طلعت على الكشف المبكر على الاورام وللزوايد الموجوده في الجهاز الهضمي، وكان ده كله يمكن قدرنا نعمل برنامج، والبرنامج ده قدرنا نجيب عليه اعتماد من الهيئه المصريه للتدريب الالزامي للاطباء بساعات معتمده، بحيث ان احنا ندرب الاطباء على مستوى الجمهوريه على البروتوكولات الجديده دي. والله احنا هدفنا في شركه سوفاليو ان احنا نقدم حياه افضل للمريض المصري، وده مش بس هيحصل عن طريق ان احنا بنحاول نوفر الادويه اللي هم محتاجينها، بس لازم يكون في بينا تعاون بيننا وبين الجمعيات الطبيه، بيننا وبين الاساتذه الكبار في الجهاز الهضمي، عشان نقدر ننقل الجزء النظري والجزء العملي كمان اللي هم مروا بيه خلال السنوات اللي فاتت للدكاتره الصغيرين او الدكاتره اللي لسه بتبدا. يعني اتفاق التوقيع يعني الاجراءات عظيمه لها هدف، انا بتكلم عن الهدف، بتعمل حاجه لازم لها هدف. الهدف اسمه التعليم الطبي المستمر. التعليم الطبي المستمر اسمه نقل المعلومه الطبيه الحديثه في افضل صورها الى كل من يحتاجها في كل مكان في جمهوريه مصر. فدي هي الموجه الاولى، بعد كده هتبقى في موجات متعدده في اماكن مختلفه في كل مصر، كل المحافظات. في جامعات كثيره في مصر طبيه، وفي جامعات، وفي وزاره صحه، كل دول بيحاولوا يعملوا حاجه اسمها التعليم الطبي المستمر. فالجمعية اللي هي ماسكة النهاردة أنا عملت تفاهم على دورة أو دورتين في التعليم الطبي المستمر، لكن هناك جمعيات أخرى كتيرة جدا بتعمل نفس الكلام، هناك جامعات بتعمل نفس، وزارة الصحة بتعمل نفس الكلام. فهي الفكرة أن الموضوع بقى لحاجات كتيرة قوي، الهدف منه هو التعليم الطبي المستمر. والله يمكن الفترة اللي فاتت ديت كان عندنا يعني مشاركة كبيرة قوي ما بين الأساتذة وما بين المقدمين الخدمة الطبية في شكل المؤتمرات ويعني الدورات التدريبية المهنية. اعتقد انها من الحاجات اللي ليها دور كبير قوي في تحسين مستوى الخدمه الطبيه في مصر. حاجه بتنقل الخبرات كويس قوي ما بين الاساتذه وبعضهم، وفي نفس الوقت كمان بتقدر توصل كل الحديث في مجالات الجهاز الهضمي لمقدمين الخدمه الطبيه اللي هم الاطباء اللي موجودين في كافه ربوع مصر، اللي هم في الاخر بيوصلوا الخدمه ديت للمريض. فاعتقد انها من الحاجات اللي هنجني ثمارها كويس قوي الفتره الجايه ان شاء الله. من ساعه اقامه المؤسسه وهي اخذت على عاتقها التعليم الطبي المستمر، وده طبعا ظاهر في كل الانشطه بتاعتها، ان هي بتعلم شباب الاطباء كل ما هو جديد. يعني ايه؟ يعني احنا يعني في المؤسسه اللي انا ملاحظه ان هم بيجمعوا الابديت او الحديث في الطب من ناحيه المعلومات الطبيه او التدريب الطبي، وبيحاولوا يقدموه كل فتره بحيث ان يكون الطبيب المصري الشاب على درايه ومواكب لكل التغيرات اللي بتحصل all over the world في هذا العام او في الحقبه الزمنيه السابقه. نرجع
نرجع مرة تانية مع حضراتكم. أكيد كل واحدة مننا عايزة تصحى كده من النوم الصبح تنزل بشعرها زي ما هو، مفيش بقى تعب ولا سشوار ولا بيبيليس، تصحى تبص في المراية تلاقي نفسها شعرها حلو، وشها وبشرتها حلوة، شعرها لا مجعد ولا خفيف. ممكن يبقى مجعد بس بيلمع وهيلثي، صحته باين عليها اللمعة. مش عايزين مشاكل لا في بشرتنا ولا في شعرنا، علشان كده الفقرة دي النهاردة هنتكلم عن ايه الحل لأي مشكلة بنعاني منها، وازاي ممكن نحافظ على جمال شعرنا وبشرتنا مع ضيفتنا اللي دايما بتنورنا دكتور نجلاء سرحان، دكتوراه التغذية العلاجية ودبلومة التغذية العلاجية أكاديمية السادات ومدير شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. برحب بيكي معانا يا دكتور. النهاردة هنبدأ بالشعر، لأن جايبالنا حضرتك معانا النهاردة نماذج لما نشوفها على الشاشة هنبقى عندنا فضول كبير جدا، دول استعملوا ايه وازاي قبل وبعد وصلنا للنتيجة دي. اسمحيلي كده أبدأ سخنة على طول. أبدأ بنماذج نشوفها على الشاشة ونتكلم على الكورسات اللي موجودة معانا وبتتكون من ايه واستعملنا ايه مع كل صورة هنشوفها، لان احنا النهاردة معانا الكورس الجولدن والكورس السيلفر، ونبدأ نشوف على الشاشة نماذج من المشاكل الخاصة بالشعر. طبعا اول ما نتكلم كده هنقول على طول تجاعد الشعر الجامد اللي نوصل بعد التجاعد للنتيجة الأسطورية اللي احنا شايفينها على الشاشة دي. كلميني عن حالة دي. الشعر ده الاول خالص قبل ما نشوف النتيجة دي كان شعر مجعد جدا هايش، هو هتلاقي الفيديو تاني من الاول هتلاقي الشعر كان مجعد جدا هايش فاقد للحيوية. بص الشعراية طول ما انا مش بغذيها كويس، طول ما انا مش بديها الغذاء بتاعها، بصي الشعراية عاملة ازاي، الشعراية صعبة قوي، مش عارفة الفيديو مش شغال تقريبا، بس الشعراية صعبة جدا، الشعر مجعد اهو، بصي الشعراية عاملة ازاي يا حبيبتي، دي عشان بصي طول الشعراية اصلا بعد ما ظهرت، بصي الشعراية صعبة قوي، الشعراية حرفيا سوستة، نقدر نقول كده صح، هي زي دي الكلمة بالظبط. والسوستة ايه، يا ريتها سوستة بس هيلثي زي ما حضرتك قلتي، لا ده هي جافة جدا. بصي الشعرية بعد بقى تطبيق بروتين اورجانيكا الشعرية ناعمة جدا صحية جدا، حصل لها الترميم. مهم عندي يا جماعة قبل ما افرد ارمم، يعني انا هفرد وهرمم مع بعض، لازم الاثنين يبقوا الاثنين مع بعض بالتوازي، انا ماشية ان انا افرد شعري في نفس الوقت برممه، علشان لما افرده انا ممكن افرده بس فضعفه طبعا لما دخل مادة الفورمالين. الحالات ما بعد الفرد دي بتبقى حالات يعني الشعر واقع بطول حقيقي، الشعراية بطولها على الأرض. في حاجتين، يا يقع بطوله لأن أنا حرقت البصيلة، فالبصيلة خلاص اتحرقت، تخيلي أنت حضرتك بتحرقي حاجة خلاص باظت عندي، فخلاص هي ملهاش بقى وظيفة، ما بتعملش ما بتقومش بوظيفتها لان اوريدي خلاص اتحرقت، فتبدا تقع من الجذور بالظبط. يا اما انا اكسر الشعريه، وده اللي انا قلته يمكن قلت لك في مصطلح كده كتير كذا حلقه، ان الشعريه بتنفجر فعلا، الشعريه بتتقطع فعلا جامد جدا، فتبدا تتقصف، فتلاقي في تقصيف جامد جدا، التقصيف يبدا يجري على الشعر، بيجري حرفيا على الشعر، لان انا مفجره الشعريه، لان الشعريه سلاسل جنب بعضها زي السلسله مترابطه جنب بعضها، قصفت 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 قصفت، كسرت بالفورمالين. طبعا ده بيؤدي لان الشعريه كلها ما تتقصف، خلاص الشعريه تبدا تقع طبعا، وانا ما فيش غذاء في الشعريه، الشعريه البصيله اتحرقت اتدمرت، الشعريه عندي شاطت بمعنى صح بالبلدي كده، الشعريه شاطت حرفيا. فطبعا شياط الشعريه دي نفسها نتيجه ان في مواد كيميائيه، نتيجه الفرد بالمواد الكيميائيه اللي موجوده في بعض الانبوبات اللي موجوده بيجيبوها يعملوها في البيت. طبعا عايزه اقول لك ان احنا جالنا بعض الناس بتسال اسئله تقول لك انا شعري مقاستك، فمقاستك من ايه؟ مقاستك من استخدام الفورمالين، مقاستك من استخدام المواد الكاويه، مقاستك من استخدام وصفات الانترنت العالميه العجيبه العالميه اللي هي تلاقيه تحس ان انت خلاص يعني حطي كذا. شايفه دكتور نجلاء الشعر اللي قدامنا ده ممكن يبقى في منتهى الجمال اهو، بصي بقى ما شاء الله بقى عامل ازاي. على فكره انا كنت حاسه لان خامه الشعر نفسها حلوه، واضح ان هي حلوه بس حصل لها حادثه في وقت بالظبط وقت ما. بصي هو الشعر ده طبيعي جيناتك، هو كده الشعرايه كويسه بس جيناتك هو بالشكل ده، بس في جفاف برضه، يعني تبصي له هو هايش، الشعرايه هايشه، يعني ممكن يبقى مجعد بس سوبل كده بالظبط، يبقى تحفه كده تحسي ان هو فعلا انسيابي، او تحسي ان هو شكله لطيف، او تحسي ان هو شكله صحي ناعم،
ما هو الناس كتيره اللي بتعمل برضو الكيرلي لشعرها بتدمر شعرها لان بتعمله ببعض المواد الكيميائيه برضو اللي هي زي الحاجات اللي فيها جل وفيها بعض الحاجات الكيميكالز علشان تقدر تدي معاها الكيرلي اللي حضرتك بتشوفيه. فبالتالي مره على مره على مره يعمل جفاف للشعرية، فشعرها تبقى هايشه، تيجي تعمليها تحس ان هايش وشكله وحش طبعًا. يومين ثلاثه تحسي ان طالع من الويف من الكيرلي بعض هيشان طالع منه. ليه؟ لان الشعرية عندي ضعيفه، الشعرية مش مستحمله. زي ما شفتي حضرتك الفيديو اللي عدى ده، الشعرية كانت جافه قوي برضو، الشعرية لطيفه بس جافه هايشه. احنا بدانا نتقل الشعرية دي، نعمل فايبر للشعرية. الشعرية الهايشه او الجافه دي بتلاقيها اهو، بصي بصي الشعرية هنا حتى هي بتشد ايديها مش عارفه تسلكه من تحت. بصي الشعرية عامله ازاي، الشعرية جافه جدا. ادخلي بقى على الشعرية نفسها، خلص شعر ما شاء الله بعد تطبيق بروتين اورجانيكا. ده بقى اني واحد الجولدن، ده الجولد، ده المجموعه الجولد. هقول لحضرتك ليه الشعر بقى كده. احنا بره احنا متميزين ببروتين اورجانيكا لان احنا مصنعين لبروتين اورجانيكا. انت تقدري بره، وده ده اللي من زمان احنا عارفينه، يا كيراتين بس يا بروتين بس. صح، مفيش حد جمع التركيبه دي خالص غيرنا. احنا بدانا نقول طيب يا جماعه الفورمالين ما بيفردش الشعر، دي ماده حفظ، ماده حفظ وماده تحنيط. صح، انا بحنط بيها الشعرايه، بخلي الشعرايه فيك وبتسبب امراض وحشه جدا، بتسبب امراض كتيره جدا وبتعمل كانسر وحاجات من دي. طب خلاص احنا ركننا الماده دي على جنب. طب احنا يا جماعه ايه اللي بيفرد عندنا؟ البروتين، الكيراتين، الكولاجين، الاحماض الامينيه. الكولاجين بيعمل فايبر للشعرايه. طيب بدانا نقول طيب احنا مش عايزين نعمل بروتين بس، انا كنت ممكن اعمل لك بروتين بس واقول لك ده للشعر كذا، كيراتين بس واقول لك ده للشعر الويفي شويه، كولاجين بس واقول لك ده عشان ازود لك سمك الشعريه، وخدي بقى عده منتجات. لكن لما بدانا نشتغل طب احنا نقدر يا جماعه، نقدر بالمكتب العلمي بتاعنا نضم كل الحاجات دي على بعض ونطلع تركيبه مميزاتها فعلا تحفه، ان انا افرد الشعرايه وارممها. ما انا محتاجه من الترميم ايه؟ ان انا يكون عندي كولاجين واحماض امينيه وزبده شيا عشان ترمم لي الشعرايه. طب انا محتاجه ايه تاني؟ محتاجه فيتامينز للشعرايه عشان تتغذى. طب محتاجه ايه تاني؟ محتاجه ان انا احط زيوت طبيعيه تديني اللمعه اللي حضرتك شايفاها دي. محتاجه احط كولاجين ازود سمك الشعرايه شويه، بروتين وكيراتين عشان افرد. فاذا انا جمعت كل المواد دي في برودكت، في برودكت واحد. وبدانا ان احنا نعمله ونطبقه زي ما حضرتك شفتي. هنشوف اهو مع بعض الفيديو اللي جاي، لانه معبر قوي قوي عن الحاله اللي بنتكلم عنها، عن الشعر قد ايه مفروض ان هو يعني يبقى صحي مهما كان الشعر ده. شعر كمان طويل يعني، البنوته حابه الشعر الطويل، طوله مش باين كمان. يعني بصي عايزه اقول لك ان انا بيجي لي حتى يعني اطفال من تحت مقصف، بالظبط الشعريه مقصفه، حتى تلاحظي عند الشعر فوق هايش. أيوة. الشعر اللي كنا لسه بنقول عليها مقصفه طالعه هايشه، الشعرايه جافه كمان، مفيش حيويه. الشعرايه يا جماعه محتوى مائي، ما هو الشعرايه دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها محتوى مائي داخلي. انا لما ببدا تجف بيخرج عندي المحتوى المائي، الشعرايه بتفضل على فكره عايزه تحافظ على نفسها طول الوقت. طول الوقت فبعمل ايه؟ ببدا اخرج لحد ما اخرجها. بصي بقى الشعرايه عامله ازاي، ده بقى الضعف في الطول، لان لو شديناها هنعرف انها قد ايه الشعرايه كانت طويله بس ما كانش باين تغذيتها وشكلها. الطراوه، انت عارفه حته يا استاذه دينا ان الشعرايه تبقى ناعمه طبيعي، الكلمه دي حلوه قوي طبعا. اما ابقى شايفه شعري ناعم طبيعي، مش ناعم فيك، مش تلاقيش الشعرايه مخشبه، مخشبه تحس ان هي بلاستيك. أيوة. تحس ان شعرها ما بتتحركش، زي زمان اللي هي الكريمات الالماني بتاعت فرد الشعر دي اللي هي كانت بتطلع الشعر ايه. لا انا عايزه اقول، انا عايزه اقول كارثه ثانيه بقى. بيجي لي بعض الناس اللي فارده في احدى المراكز دون ذكر اسماء، وهي بتعمل مواد كيميائيه بالبطاطس وحاجات كده، بتبقى ماده انت مش عارفاها، انت مش عارفاها الماده دي، وتخرج الماده دي تفردي بيها شعر مقطعين الشعر حرفيا، وبيجوا خلاص بالاسم كده بقى عارفين المركز ده. انا اصلا عملت، هم عارفين ان دي كارثه، انا عملت عند فلان يعالجوها بقى. فالكارثه دي جايين يعالجوها. لا لا الشعر متقطع، حتى الاطفال يا جماعه حافظوا على شعور بناتكم. ايه ده بطاطس في شعر الاطفال؟ انا لقيت اطفال جايين، انا في طفله جايه لي، انا ما قبلتش ان انا اعمل دلوقتي غير اما نعالج الشعر. نعالج الشعر الاول. تعملي ايه بقى الاول يا دكتور ندى؟ بنعالج لو في تساقط شديد، احنا محتاجين نعالج الشعر بكورس تاني بقى اللي هو الشعر السيلفر كويس. بالظبط اللي هو الكورس السيلفر. بس بدانا نغسل الشعر كويس، وبدانا نقول للام تعمل ايه بالظبط لفتره ما هتجيلنا، لان في هي من كتر كمان ما الشعر هاش قوي وتقصف قوي، بتستخدم بديل بعض الحاجات اللي هي بديل الزيت والحاجات، الزيوت الطبيعيه والحاجات دي، وفي زيت معين كده صعب قوي يا جماعه بيسد مسام الشعريه حرفيا، ما ينفعش احطه على بصيلات شعري. انا بوقع شعري، انا بسبب لو عندي تساقط
حاجه بسيطه، انا بتسبب في ان يحصل لي تساقط كتير جدا بعدم درايتي وخبرتي في ان استخدم ايه الشعر. ايوه. او ان انا هستخدم زيت، حلو قوي استخدمي زيت، ما قلناش لا، بس تستخدمي الزيت ازاي؟ استخدمه صح، ما استخدمش على فروه الراس. ده بيتدهن بعد فروه الراس ب 3-4 سنتي، ما ينفعش. طيب نرجع نقول للبروتين نفسه، احنا بدانا بقى نتميز بحاجه ثانيه يا استاذه دينا. ايه هي؟ بدأنا نقول يا جماعه طيب كل البروتين اللي موجود في السوق مفيش معاه افتر كير. عارفه بتعملي عندي مشكله رهيبه طبعا، انك انت بتبوظي كل التريتمنت اللي عملتيه في شعرك. بالزبط. انك مجرد انك مش لاقيه الشامبو المناسب اللي تغسلي بيه طول الوقت، الكونديشنر المناسب. حقيقي. كلهم فيهم سلفيت، كلهم فيهم علشان سلفيت يخلوا الشعر شكله حلو في اول ساعتين وبعد كده تلاقي الشعريه ناشفه جدا. ده بقى اللي احنا عملناه، قلنا طيب احنا في شركتنا احنا يا جماعه عايزين نبقى متميزين اكتر، احنا تميزنا بالبروتين، عايزين نبقى مميزين اكتر بحته ان احنا معانا افتر كير، وافتر كير فعلا مجموعه عنايه فعلا حرفيا بالشعر تكون من نفس مكونات البروتين. ما انا دلوقتي انا بفرد بروتين، فاذا انا عشان ايه اللي يحافظ لي على البروتين؟ لازم يكون في حاجه من نفس المكونات دي طبعاً موجوده. طيب مع بقى ان انا بزود حاجه هنا بنقص حاجه هنا علشان ابدا تعملي ترميم على البارد في البيت. انا بديكي حاجه تعملي بيها ترميم على البيت وهي الهير ماسك. هير ماسك للشعر كويس جدا، مفيد جدا نفس الكورس. في نفس الكورس نفسه تاخدي 200 ملي هير ماسك، تقدري تعملي بيه ترميم على البارد مره او مرتين في الاسبوع، وتقدري كمان تدهني شعرك بالسيرم عشان السيرم ده فيه بالانس بقى. السيرم سيرم طبي. سيرم السيليكون يا جماعه ما تقلقوش منه خالص، وخصوصا لو طبي بنسبه معينه ومعاه داخل معاه اويلز ومدخل معاه فيتامينز، فانت اوريدي عامله بالانس ما بين كله. ما بينشفش الشعرايه، حلو جدا على الشعرايه، بيطر الشعرايه كويس قوي، يقدر يحمي الشعرايه من اي حراره كمان. يعني انا ممكن استخدمه في العادي، مش ضروري المجموعه، انا شعري يعني حل. ممكن وانا احنا خلصنا صيف، بس يعني في ناس بتسافر برضو، بتسافر بره، بتنزل بحر وبتنزل بيسينات، اماكن شتوي بتروحي تشتي فيها وبيبقى فيها بحر. صح. فتقدري تنزلي البحر، البحر ميه البحر نفسها برضو مؤذيه يعني للشعر، يعمل حمايه، يعمل حمايه. بالظبط بالظبط، زي كان حضرتك موبايلك الايباد اللي معاكي انت حابه ان انت تحافظي عليه، بتعملي ايه؟ اغطيه، حاطاه في كفر تغطيه. صح. هو بالظبط كده، احنا بنغطي الشعرايه وبنعمل لها كفر، حمايه عاليه جدا من السيليكون، من الزيوت الطبيعيه، من الفيتامينز الموجوده فيه. حطينا برضو شامبو، من اول الشامبو يا جماعه الشامبو نفسه بيحافظ على الشعرايه لانه فيه نفس مكونات البروتين. بروتين، كيراتين، كولاجين، احماض امينيه، فيتامين، زيوت طبيعيه، يعني بيدعم البروتينات. بالظبط. البروتين مش بيشيل الطبقه، ما بيشيلش الطبقه، ده بيعلي لك طبقه البروتين اكتر. خليني برضو اسال حضرتك على الاطفال، احنا الفيديو اللي جاي اللي هنشوفه خاص باطفال، واحنا لسه بنتكلم قد ايه بالزبط ان اطفالنا بيعانوا وهم رايحين المدرسه طبعا من حكايه الشعر. دي طفله يعني دي صغنونه خالص يا دكتور، عملتوا معاها ايه بقى؟ بصي الشعرايه طبعا لقيناها هيشه، الشعرايه جافه برضو جدا. بصي الشعرايه بعد ما شاء الله تحفه، دول اتنين اخوات، اتنين بنوتين زي السكر. البنوتين دول المفروض ان شعرهم كان هايش، جاف جدا، مامتهم تعبت على فكره من كتر ما هي بصراحه، فقالت لهم خلاص روح المدرسه كده. الشعر تعبت، تعبت فيه بصراحه، والله يكون في عونها، والله اللي بيتعب، والله الله يكون في عونها. وعلى فكره الشعر برضو بيتقطع. دي اختها الثانيه، الشعر برضو صعب بصراحه. بصي الطفل مهما كان حتى لو الشعر شكله كويس او الويفي او الكيرلي بتاعه كويس، فانا محتاجه ان الشعرايه تتغذى. فبرضو الاطفال في السن ده ما فيش غذاء عادي، انا ملهوفه على حاجات خارجيه بره، فما بقاش فيه الغذاء الطبيعي، فالشعرايه غصب عني لازم تجف وتبقى عايشه، فانا محتاجه ان انا. بصي بقى الطفلتين مع بعض ما شاء الله شعر تحفه، شعرية اترممت بجد بجد يا جماعه، ما نهملش البنوتات الصغيرين لسبب الصور بتاعتهم يتفرجوا عليها طول عمرهم، يبقى شكلهم فيها حلو. حلو. هم رايحين المدرسه ما يبقاش فيه دي شعرها حلو وانا شعري وحش، ده انا مش متسلك شعري، ده انا ملموم. صح. وخلاص نفسي اعمل قصه زي صاحبتي، نفسي اعمل كذا، نفسي اعمل تسريحه كذا، بيبقى نفسيتهم صعبه، نفسيتهم بتحاول 180 درجه. بس عايزه اقول مش مضر، ما انا لسه هقول، انا بقى اهم حاجه عندي اخد منتج موثوق منه. ايوه. صرح من وزاره الصحه المصريه يا جماعه، امن على الاطفال، اعملي ده من سن كام؟ مش اي حاجه من سن 6 سنين، وممكن قبل سن 6 سنين، بس احنا اللي بنحدد على الجثمان نفسه او الشكل نفسه او فروه الراس نقدر نعمل ده. بس انا دايما بقول خلينا في 6 سنين، علشان 6 سنين بيبقى بان الشعر اكتر هو هيفضل ايه. صح. طيب لازم يواخد المنتج، انت عارفه منين؟
اتحري عنه جدا، لان انت ممكن وانت بتفردي لبنتك في سن صغير تضريها لما تكبر يحصل لها تساقط رهيب وشعرها فعلا يتدمر، بدل ما تعالجي شعر انت دمرت لها شعر على المدى، لانك بداتي بدري. فانت بداتي لو ما استخدمتيش منتج صح، فرد وترميم وعلاج، ويكون في فعلا مجموعه علاج ليه، او ان انت بتعالجيه جنب الفرد نفسه، خلاص انت بتدمري شعر بنتك خالص بالكامل، وده ما ينفعش. هتبداي حلقه مش هتخلص طبعا، هتعملي روتس بعد كده وكل ما يروح الاثر هتعمليه تاني طبعا. فلازم اهتم قوي انا واخده الحاجه بتاعتي منين، وشايفه البرودكت بتاعي اللي انا باخده. كارثه كارثه ان انا اطلع بالطبق من جوه متداري، انا مش عارفه هو في ايه، اطلع بيه وفي الاخر بيتحط لي عليه يا جماعه فورمالين، انا عارفه الكلام ده كويس قوي وعندي ولا بنسب بقى طبيه ولا اي ولا حاجه مصرح، وهو مش مصرح اصلا، هو لحد الان ما اتفقش عليه حتى لو هو ايه. احنا واحنا بنتكلم اتكلمنا عن تساقط الشعر، ومش قادرين ننسى ان تساقط الشعر ده مشكله في حد ذاتها لوحدها كبيره جدا. صح. ستات ورجاله واطفال كمان. صح. يعني ما التساقط ده ملوش دعوه بسن. صح. كلميني عن الكورس السيلفر دكتور نجلة، وايه الحالات اللي ممكن نستخدم فيها الكورس السيلفر؟ الكورس السيلفر اولا احنا عندنا حالات كتيره بيحصل فيها تساقط شعر طبعا، واسباب كتيره جدا، رجاله وستات واطفال دلوقتي. يعني رجاله وستات واطفال، اطفال لان في سوء تغذيه جدا، وده بادئ كتير جدا، مفيش اي حاجه، مفيش اساسيات للتغذيه، ايه مفيش عندي السفره بتاعت زمان بتاعتنا اللي عليها طبق السلطه الحلو وحاجات كتيره كده كويسه، بكبر دماغي فبعت اجيب وجبه من بره جاهزه وخلاص. لا يا جماعه ده غلط جدا، عشان الاطفال احنا بيجي لنا اطفال عندها فراغات في شعرها كتير، شعرها متقصف جدا، ما هو التقصيف ده والجفاف الشعر وهشان الشعر ده جاي من عدم التغذيه طبعا. طيب جاي عندي اطفال عندها الهيموجلوبين قليل جدا، وده غلط. جاي عندنا كمان اطفال ما بتتعرضش للشمس، فيتامين د رايح في حته تانية. حتى الكبار نفس القصه، اللي بينطبق على الكبار هم الصغيرين، هو برضو الكبار، الصبغات الكتير للشعر، السشوار الكتير للشعر، المكوى الكتير للشعر، نزول البحر الكتير، تعرض للشمس الكتير، ان انا بستخدم وصفات مش مناسبه خالص لطبيعه شعري بالظبط جدا. مفيش حاجات كتيره، انا مفيش سيستم عنايه لشعر. مجرد ان حد لا ده في كارثه ثانيه، انا ماشيه على حاجه يومين واحده ثانيه بتقولي لا استخدمي كذا، اقوم سايبه ده ورايحه مستخدمه ده، مش هلاقي نتيجه يا جماعه خالص، محدش هيلاقي نتيجه. صح. المفروض الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر او اي كورس انت بتمشي عليه مش اقل من 3 شهور عشان تلاقي نتيجه، من 3 شهور ل6 شهور. كل حاله بقى تطلع قدامنا على الشاشه تحكي لنا عنها دي حاله استخدمت. بصي ده صلع وراثي. اوكي. طيب الصلع الوراثي ده بيجي لنا احنا بنكشف عليه مجانا في المركز بالدرماسكوب، بنقدر نحدد ان ده صلع وراثي. صلع وراثي او الصلع ده يقدر ان هو يستخدم، او التساقط ده نقدر نستخدم المجموعه بس. أيوة. فده كان محتاج خلايا جذعيه مع الكورس الثلاثي، احنا بدانا نحل المشكله كلها بقى. لقينا ان عنده نقص مثلا في الفيتامينز، فبدانا ندي الرو باودر بتاعنا. اوكي. بدانا نقول طيب ده باودر بالبق بقى، باودر يعني. بالبق بالظبط. بيتضاف على ربع كوبايه ميه وبعد، او ربع كوبايه لبن او زبادي، ويبدا يتاكل او يتشرب. بنبدا نستخدم كورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر، بنبدا نستخدم كمان الخلايا الجذعيه. فبياخد من 4 لـ8 جلسات حسب الحاله بتاعته بالظبط. أيوة. ايه، واحيانا بتمتد لو الحاله صعبه شويه بتمتد الخلايا الجذعيه، بنشتغلها بالدرما بن، ودي بيجيب نتائج هايله زي ما احنا شايفين. دي سيشن واحده ومعاها الكورس الثلاثي بعد 15 يعني يوم. اقصد ايه، زرع. ايوه بالظبط بجد. والله فعلا دي بعد سيشن واحده. لكن احنا واحدة. خلي بالكم احنا بنقول بعد سيشن واحده ان مش معناها لسه هقول سحر. حالا ده مش معناه سحر يا جماعه، معناه ان انا ممكن اخد وقت شهر 2-3. يعني مثلا الحاله اللي قدامنا دي اخدت وقت قد ايه؟ عايزه اقول لك دخلت تقريبا في حوالي 12 جلسه، لان كان عندها صلع يعني الفراغات دي يمكن مش باينه هنا قوي. لا باينه، الفراغات باينه في الصوره اللي تحت يمين اكتر موت. من كده كمان كانت اكتر من كده الفراغات، خلي بالك ده جنب واحد. الشعر كله يسيب كده، يعني كل ما تفرق شعر تلاقي كده، تلاقي فراغات في فراغات بس. واو. في فراغات فظيعه. فيبدا الشعر تدريجي زي ما انت شفتي ده اول مره، وبعد كام شهر بدا يبقى كده، وبعدين في الاخر خالص دي كانت النتيجه النهائيه اللي فوق. ده هنا برضو نفس الخلايا الجذعيه برضو ولا مش كله؟ لا ده بقى استخدام الكورس بس. اوكي. ده كان عنده الفراغات اللي موجوده بسيطه، وكان عنده تساقط شعر، فاوريدي البصيلات موجوده وشكلها كويس والدنيا كويسه جدا، فبدا يستخدم الكورس الثلاثي لتساقط الشعر، ودي النتيجه بعد، حتى هو باعت المراحل بتاعته. ده كان قبله، وبعدين تدرج شويه بقى اللي في النص، وبعد كده بقى في الاخر النتيجه النهائيه دي. عايز اقول لحضرتك ان الشعريه بتختلف جدا. بصوا يا جماعه الشعريه لو تاخدوا، معلش لو نرجع للصوره دي هشرح فيها حاجه بس بسيطه. الشعريه لو خدتي بال حضرتك انها مجعده، لا مش دي اللي الشعريه بعدها، اللي فيها ثلاثه اللي هي اللي فيها الشعر الثقيل في الاخر. بالظبط. هقول لحضرتك على حاجه هتلاحظيها جدا،
بصي الشعرايه هنا شايفاها مجعده ازاي؟ شايفه في الاخر بدات تفرد ازاي؟ بالظبط، ولونها غمق. لان الشعرايه اتغذت فتقلت تبدا تفرد معايا. صح، تقل الشعرايه بيبدا يفرد لي الشعر، بيعمل مفيش هيشان الاولاني. بالظبط، مفيش الهيشان الاولاني اللي موجود في الشعرايه. غمقان الشعرايه وتقل الشعرايه وسمكها الزيت بدا يعمل عندي النتيجه الهايله دي ولمعان الشعر ده. ده قلنا 12 جلسه. لا ده خد الكورس الثلاثي. ده اخد الكورس ده مش جلسات. لا ده مش جلسات. الكورس الثلاثي الصلع الوراثي اللي فيها فراغات كبيره دي. ايه زي كده؟ دي صلع وراثي. وبصي ما شاء الله بقى بعد الشعر طول على فكره، لو تلاحظي من قدام الشعر كله طول والشعر بدا كله يملا. انا اهم حاجه عندي ان الشعر ده عايزه اقول لك تقريبا 8 جلسات. وبدانا ندخل بقى في الجلسات الثانيه، الاربع جلسات التانيين، لان احنا محتاجين بقى نشتغل على ان الشعر نفسه يتقل ويطول بقى اكتر. فالشعرية ما شاء الله عامله نتيجه حلوه قوي. جلسات الجلسات في المركز الاورجانيكا. في المركز الاورجانيكا دي حالات كلها من داخل مركز اورجانيكا. بس احنا معانا كيس مدام امال. عايزين نعرف ايه قصتها وعملت ايه وكانت بتعاني من ايه. مدام امال مساء الخير. الو. ايوه مع حضرتك مدام امال. ازيك؟ ازيك يا مدام دينا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. معانا دكتور نجلاء سرحان، وعايزينك كده تحكي لنا ايه اللي كنت بتعاني منه. تمام، ازيك يا دكتوره؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. بصراحه انا بشكرك على كل منتجات اورجانيكا، مش عارفه اقول ايه ولا ايه. استخدمتي ايه يعني؟ استخدمتي ايه وايه؟ طيب انا استخدمت تقريبا كل حاجه. طبعا بدات الاول بالبروتين والمجموعه بتاعته. وجبت معاها مجموعه التساقط استخدمتها، وبعد كده طبعا البروتين اول ما استخدمته انا كان اول مره استخدم بتاع اورجانيكا، يعني كنت بستخدم بروتين عادي قبل كده لما بروح الكوافير. أيوة. لكن كان طبعا لما الشعر بقى بيبدا يطلع جديد كنت بلاقي شكل الشعر غير متغير، لكن مع اورجانيكا لا، الشعر عادي طبيعي، يعني ما فيش فرق ما بينه وما بين المعمول بروتين. كمان استخدمت الغسول النسائي والمناديل النسائيه، تحفه تحفه يعني. فعلا الواحد لما بياخد شاور واستخدمه بحس لا بانتعاش فظيع. الريحه تحفه، حتى الشامبو والحمام الكريم والسيرم، الحاجه بصراحه ما بستخدمها انا بقعد ادعي لهم بقول والله الله يبارك لهم، فعلا فلوسهم حلال يعني. قولي لي اكتر حاجه يعني اخذتي وقت قد ايه؟ انت كان شعرك بيتساقط؟ كان بيقع شعرك. طب اخذتي وقت قد ايه مع الكورس الفضي او السيلفر؟ هو تقريبا انا استخدمته مرتين لثلاث مرات، وبعد كده لقيت شعري اصلا ما فيش، يعني ما فيش تقريبا شعرايه اتنين اللي بينزلوا في المشط، حاجه لا تذكر، اللي هو الطبيعي. هي عملت فرد. هي عملت فرد كمان يعني في نفس الوقت على فكره. انت عملتي الاول فرد وبعد كده عملتي الكورس بتاع التساقط صح؟ انا لا استخدمت الكورس التساقط الاول مرتين ثلاثه وبعد كده فردت. اوكي اوكي. وكنت بتواصل على طول دايما، يعني هم الحمد ما شاء الله عليهم في تواصل دايما. منى كانت بتكلمني على طول ايه الاخبار عامله ايه، واي حاجه كنت بحتاجها ابعت لها اقول لها مثلا انا عايزه اعمل البروتين دلوقتي، طب عايزه اعمل صبغه، فاقول لها طب امتى كده، ترد عليا وتقول لي. طب بعد الفرد هل يعني بصراحة مش عارفة إيه. دكتور نجلة بتسألك على حاجة، اتفضلي يا دكتور. طب بعد الفرد هل حصل فيه تساقط أو حاجة تاني ولا خلاص؟ لا لا خالص الحمد خالص لله. يعني أنا حتى لسه من شوية كنت بسرح. طب النعومة بقى احكي لنا عن النعومة، هل أنت حاسة إنها فيك ولا أنها طبيعية؟ لا 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 طبيعي، ده حتى الكوافيرة اللي كانت بتعمل لي أصلا وهي بتعمل بقيت هتتهبل على البروتين ونوعه، تقول لي تحفة ولمعته لا لا خطير، وتقول لي حتى كمية الزيوت اللي موجودة فيه تحفة، يعني هي ذات نفسها بقت تقول لي لا لا النوعيه دي حلوه جدا. طب ما شاء الله ما شاء الله. مش بحس ان الشعرايه واقفه كده لا. ايوه اللي هي الواقفه الفيك اللي هي بتبقى مفروده. صناعي استك بلاستيك. لا طبيعي. ده طبيعي طبيعي خالص وبيتحرك ما فيش اي مشكله فيه. ده جميل جدا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على انك انت عرضتي معانا تجربتك. قالت حاجه في النص كده وبعدين نروح للريفيوز. حاضر حالا. بس صبغت شعري. الصبغه دي موجوده كمان في صبغه في المركز نفسه. فري امونيا او فيها نسبه امونيا بسيطه جدا ما تضرش الشعر، في دي موجوده ودي موجوده. الاول فرد ولا
الاول بفرد عادي وبعد كده بزبط. أوكي. مفيش اي مشكله خالص. طيب بالنسبه بقى للي هي قالت حاجه برضو كويسه قوي، قالت لك انا كان شعري بيتساقط فاستخدمت التساقط وبعدين بعد كده استخدمت الفرد، وينفع تستخدم الاثنين مع بعض. لان جاي لي حالات عرايس شعري بيتساقط جدا وعايزه بسرعه اعمل حاجه، طب افرزي وخدي التساقط الاثنين مع بعض وعامل نتائج هايله جدا. يقدر الحمد لله رب العالمين مع بعض. ويمكن بقول ان الحمد لله هي اتكلمت عن كلين دراي الغسول النسائي، واتكلمت عن المناديل انها حلوه جدا، هي بتساعد كمان على التفتيح. السنه السبقيه اصلا بتساعدها في التفتيح نفسه، وبتساعد كمان على الترطيب، يبقى المنطقه دي تفضل فيها نضاره مش جوده وفيها نضاره كمان. زائد ان هي بتزيل روائح كريهه، بتقضي على البكتيريا والفطريات اللي موجوده، فهي هايله جدا اللي هي العنايه الشخصيه، وده جميل. مهم جدا. جميل. عايزه اقول بقى حاجه ثانيه اخيره. اتفضلي. عايزه اقول ان احنا مش بس المفروض ان احنا نهتم ببشرتنا او شعرنا، لا احنا بشعرنا بس، احنا لازم نهتم ببشرتنا كمان. اللي عنده مشكله في شعره اعرف ان عنده مشكله في بشرته. كتير جدا بيجي تلاقي البشره ده ناشف جافة. ده ناشف بالظبط. البشره جافه، فلازم كويس قوي ان انا ابدا استخدم مرطبات، ومش مش لازم يبقى مرطب بس. ايوه ارطب وعالج في نفس الوقت. طبعًا. لازم يبقى فيه مرطب كويس جدا ان انا اخد منه الترطيب الصح، بلس ان انا اخد منه فيتامينز واخد منه حاجات تساعدني ان بشرتي تبني الطبقات الداخليه عشان تبقى مشدوده ومرنه جدا. احنا معانا الريفيوز، اهم حاجه ان الواحد يقرا اراء حضراتكم، لانكم بتقولوا من واقع تجربه. نشوف الريفيوز قدامنا على الشاشه دكتور، كلها ريفيوهات اللي عمل بروتين استخدم مجموعه التساقط. عايز اقول لك ان مجموعه التساقط كمان يمكن هي احنا قلنا برضو عايزين يعني نقول حاجه سريعه وريفيو بيتذاع، ان مجموعه التساقط او اللوشن نفسه زي ما اشتغلنا ان احنا نقول يا جماعه كل حاجه لوحدها ممكن تتجاب، احنا جمعنا كل المحفزات برضو وحطيناها في اللوشن ده عشان تشتغل معايا على البصيله. انا بشتغل على البصيله مش الاوعيه الدمويه، وده مهم يا جماعه. صحيح. الحاجات الكيميكالز بلاش حاجات تبقى خاليه. تاكيدا بقى على دكتور نجله، واحنا بنتفرج على الريفيوهات قدامنا على الشاشه، عايزين نقول ونتكلم على التصريح من وزاره الصحه والايزو. شهادة الايزو في منتهى الأهمية. وعلى فكرة برضو علشان الريفيوهات تقدر وحضراتكم تسيبوا كل الريفيوز بتاعتكم على صفحة أورجانيكا على فيسبوك اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، وآدي السيرتيفيكت أو الشهادة بتاعت الايزو. عايزه اقول لحضرتك على حاجة كده، مش بس اللي هي قالت عليه ان بعض البيوتي سنتر هنا كانوا مبسوطين، انا حصل معايا موقف، عميله بتكلمنا من اسبانيا، شحنا لها لاسبانيا عملته بره. عايزه اقول لك نازله عايز تعمل معانا شغل من كتر ما هم قالوا لها. أيوة. قالوا لها انت جبتي المنتج ده منين؟ المنتج ده ايه؟ تحفه للشعر. ده كان قايل قوي دكتور نجله حبيبتي الاوفر بتاع ست الستات. الاوفر حاضر. احنا ما نختمش ابدا الحلقه ولا الفقره من غير الاوفر. انا هكمل معاكي ال 50% خص. الحقوها لان انا عارفه دكتور نجله مش تفضل كده الى الابد. ايوه احنا بنستدرجها كل حلقه. على فكره خلاص قرب يخلص الاوفر. الاوفر 50% خص ده عشان خاطرك. ربنا يخليك. وكمان اللي هيطلب اوردر هياخد عليه الهديه بتاعته، يسال عليها الهديه بتاعته، و 50% على كل خدمات مركز اورجانيك. يعني تروحوا المركز وتاخدوا 50% تخفيض او ديسكاونت على اي حاجه بس بتعملوها. تقولوا ايه؟ مشاهدي ست الستات ورايحين لاورجانيك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نجله سرحان، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على انكم تابعتونا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله على كل خير، وحلقه جديده من ست الستات. باي.